بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي نايل سبورت، هذه ارق تحقيق. لم كورته داخل لجوه، حسام عاشور جنبه، اتلعبت له معتز زينو، معتز زينو بيلعب لاحمد حسن، واول تصويب احمد حسن على طول الصقر شايط وفي الجنب القائم الايسر. ادي استلام احمد حسن، وادي التصويبه ما لفتش معاه، كملت وتطلع وتبقى طالع في الافيو، وبنت بيدي تعليمات. هنشوف اللعبه دي هتتلعب ازاي. ادي الرقابه، ادي المرداسي على طول، وادي على طول جول. يا 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 لا 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 مالكش بخت يا احمد يا حسن، معموله حلوه 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 ومعديه لضربه. ادي كره جيلبرتو معديه، دوبك تاتش احمد حسن ويا دوبك الراجل وحده. اهي تاني، اهي تاني، اهي تاني وتاني. لو بص جيلبرتو، يلا يا راجل، يلا يا راجل، كمل 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 كمل. لعب لي على طول لجيلبرتو، يقدر يلعب العرضيه، يلا يا جيلبرتو عرضيه، مين مكمل مين مكمل، يلا يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل. ضعيفه ضعيفه يا بركات، ضعيفه يا بركات، وعلى طول في ايد جاسم خليفه. فرصه كبيره ضايعه للنادي الاهلي، فرصه كبيره ضايعه للنادي الاهلي في الدقيقه 26. تم تاني الكرة على طول ملعوبة، توصل تاني لإينو، يلا إينو جرب جرب جرب، شوط ضعيف في إيد جاسم خلوف. الله قلش الراجل، توصل تاني للنادي الأهلي، يقدر يعدي وتوش رجل حلوة معدية الناحية التانية. لسه أحمد فتحي، يلا يا فتحي، فتحي بيلعب العرضية، مرداسي بيطلع وبيكمل أمين عمر على طول، وائل جمعة بيطلع. تاني الكرة لأحمد السيد، مقطوع عبد الكريم النفطي يلعب، خطر 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 خطر، نطلع الحمد لله في منتهى الخطورة. ادي المرتدة، ادي خطورة اللعبة على طول. حمزة يونس فرصة كبيرة ضيع عبد الفريق الصفاقسي، بقول لحضراتكم خطر خطر. اهي 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 حمزة حاططها، وادي على طول والحمد لله فتحي. ادي حمزة، ادي حمزة، ادي على طول حمزة، وادي فتحي بيطلعها في منتهى الخطورة. الكرة اللي فاتت جيلبرتو دخل لجوه في الزحمة، معتز اينو لم كويس، يلا يا اينو يلا يا اينو، شاطر وقعت في ايد الجول، لكن على مرتين مسك، وقعت في ايد الجول، مكمل على طول، لكن تصويبة حلوة، تصويبة حلوة حلوة حلوة، تصويبة حلوة من معتز اينو، وعلى طول جاسم خلوفي ماسك. ادي اللعبة، ادي اينو، ادي اينو، ادي اينو، ادي التصويبة، ادي التكملة احمد حسن، لكن كان صادق. شوفوا اينو استلم استلم، حط وش رجله حلوة، عملت بلد في الارض، احمد حسن مكمل، لكن كان اقرب جاسم خلوفي وماسك الكورة. ادي تاني اللعبة، وادي احمد حسن معاه، الراجل ما لمسوش، لكن جاسم خلوفي مكمل على طول اهو. اهي اهي اهي، يعني ما فيهاش اي حاجه تدعي ان هو يحاول يهدي، لكن طبعا عارف. جاسم خلوفي، امير حاج مسعود، عصام المرداسي، حمدي رويد، ايمن بن عمر، كريم النفتي، هيثم مرابط، شادي الهمام الهمامي، سوما، وادي عرضيه، جول جول. الهدف الاول بالافيو، بقول لحضراتكم اللعبه المتفقين عليها، والثانيه الدقيقه الاولى، وفلافيو جيلبرتو، وجيلبرتو وفلافيو، والهدف الاول. يا على الحلاوه يا على الجمال، ظهرت الاعلام الحمراء، ارتفعت الاعلام الحمراء، الهدف الاول وراس فلافيو. بقول فلافيو قدام، فلافيو جوال على طول، هدف جميل، والنادي الاهلي يتقدم 1-0 براس فلافيو في الدقيقه الاولى. فلافيو الهدف الاول براسه الدقيقه الاولى، هدف جميل. ادي جيلبرتو، تسلم جيلبرتو، عرضيه، فلافيو قاطع، فلافيو حاطط، جول. ادي الراجل، ادي خطورته، قطع حطها على طول، هيثم المرابط هاتها من الشبكه يا عم هيثم، انت وجاسم خلوفي، هدف جميل. ادي القطعه، ادي التاتش السريع، ادي الجول الاول. هتحلو المباراه، لسه بقول نتمنى هدف قبل ما نصل لركلات المعاناه. على طول الاهلي يتقدم في الجميع، بالاهلي ممثل الكره المصريه في هذا اللقاء. تاني فلافيو استلام، فيها بلالتي، فيها بلالتي يا راجل، لا 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 لا، مش ممكن. الحكم الحكم دانيال قال العب، لكن لسه برضو معانا الافاضل الكرام في الاستوديو، كابتن حسام وضيوفنا مع كابتن خالد توحيد، هم اقدر يقولوا لنا الكوره دي ايه. بقول فيها ضرب جزاء، اهي اهي اهي، هل ما فيهاش ولا فيها؟ نشوف تاني. اهي الرجل، ادي الرجل، هل وقع لوحدها؟ تتقطع، تبدا للنادي الاهلي. حسام عاشور يلعب الباص، يلا يا احمد يا حسن، استلام
عدى احمد حسن واقف على كورته، تاني يرجع لورا، احمد حسن دخل لجوه، عيب حلوه، معتز بص على طول فتحي في اليمين، بص الفتحي شاط حلوه، لكن فتحي فاضي خالص، بص الفتحي في اليمين، لو الكاميرا فتحت معانا هو شاط، ادي فتحي الناحيه الثانيه فاضي خالص يا جماعه. عموما النادي الاهلي افضل، اول 6 دقائق النادي الاهلي متقدم بهدف، مسيطر، نتمناها للنهايه. ادي على طول شوفوا رد الفعل، شوف رد الفعل حسين عبد الكريم بيسقط جوه 18، على طول بتتلعب، لسه خطر، برافو يا امير، لسه في اللعب، الركنيه الاولى لصفاقسي. نخلي بالنا يا جماعه، الخطر في اي لحظه، الكوره ماليه، عاملها النفطي، معديه، اهي حمزه، وتاني مرتين وجلب امير حاج مسعود يلعب العرضيه، وتاني بالراس، ضربه مرمى، طالع مين؟ طالع عصام المرداسي يلعب بدماغه كابتن. طبعا عارفين كلنا كثير من نجوم التونسيين لعبوا في مصر، يمكن اخر الناس انيس بوجلبان اللي كان كلام كتير جدا طول لبركات، وبركات بيلعبها حلوه لفتحي، يلا يا فتحي، يا فوق، الفكره حلوه، عاملها بشماله بليسنج في البيع وتضيع، ادي فتحي، رقص فتحي حمدي، لعبها، يلا يا فتحي، اهي فوق بعيد، ضربه مرمى. جاسم خلوفي، جاسم هيلعب، لعب جاسم، كره طويله وعاليه، معديه، شادي محمد يلعب ناحيه اليمين، فتحي يلعب لبرك وعد نفطي، قريبين من بعض في الشد، اتلعبت على طول، سوما بيلعب ناحيه الشمال، ادي دخلنا على الدقيقه 11، وادي سوما تاني بيجرب بره، وضربه مرمى لصالح النادي الاهلي. كره حلوه لعبها وياخد هات وخد ناحيه الشمال، يقدر يلعب العرضيه وهو بيجري، عملها العرضيه الناحيه الثانيه، معديه واطله لجاسم خليفه. جاسم ماشي على طول، شادي الهمامي، شادي بيلعب ناحيه اليمين لحمزه وعايز يلعب العرضيه، خطر يا جماعه، بقول خطر عشان تتعمل العرضيه في منتهى الخطوره، وهدف التعادل بيجيبه على طول، لسه نازل، بقول خطر، وعلى طول هدف التعادل لفريق الصفاقسي التونسي في الدقيقة 17، وهدف بيجيبه على طول كواسي بلازا، هدف صعبة جدا الكرة اللي فاتت، بقول خلي بالنا، كواسي بلازا، شوفوا العرضية، شوفوا الخطورة، بقول خطر، والراجل جاي من ورا، وخطر جدا، شايفين وانا من ورا، جاي من ورا، يلعب لأحمد فتحي هيلعب العرضية، مين مستني؟ ادي فيلافيو وجنب القايم، بقول لحضراتكم تاني وتالت ورابع وعاشر، فيلافيو جوه ال 18، نشر بيضعف خط هجوم وبيلغي خطوره النادي الاهلي. ادي اللعبه بيننا، وادي فيلافيو، حسام يلعبها حلوه ناحيه جيلبرتو، عنده مساحه ويلعب العرضيه، يلا يا فيلافيو جول، لسه بقول. شوف هنا كلام بيتقال، وهنشوف تغيير النادي الاهلي، اتلعبت وتطلع وتبقى ضربه مرمى، اتلعبت وضالي يستعد سيد معوض، ادي ملعوب على ايمن قريب من نفطي، وتتلعب تطلع وتبقى ضربه مرمى، سيد معوض هنشوف على حساب مين، هل على حساب جيلبرتو ولا جيلبرتو هيدخل نص الملعب ويلعب سيد معوض ويطلع حد من معتز اينو، او هيكون على حساب مين، امير حاج مسعود يلعب العرضيه، خلي بالنا جنب القايم، الحمد لله، نخلي بالنا جنب القايم، الحمد لله، رقم 10، كل الاحتياطي في النادي الاهلي، كل الملعب واقف بينتظر صافرة دانيال بنت فعلا تنهي اعزائي مشاهدي قناه نايل سبورت اللقاء بفوز كبير للنادي الاهلي 2-1، الاهلي بطل السوبر الافريقي رقم 17 والبطل المتوج على عرش الكره الافريقيه رقم 4، البطوله الرابعه، الرقم القياسي الجديد للنادي الاهلي، زعيم القرن يتقدم بالفوز رقم 4 للسوبر الافريقي، بالفوز رقم 6 للانديه ابطال الدوري، انجاز كبير لنادي كبير، مبروك للكره المصريه، مبروك للنادي الاهلي، مبروك لكل جماهير مصر الفوز الكبير، لكن مباراه انتهت بروح رياضيه، انتهت بشكل حضاري، انتهت بماراثون كروي جميل، كل لعيبه النادي الاهلي
بتهني مالو الجوزيه، ادي اللعيبه كلها، وادي لعيبه الصفاقسي التونسي قدوا مباراه كبيره، وادي كاس السوبر الافريقي، وادي عيسى حياته، وادي حسن صقر، سمير زاهر، حسن حمدي، رئيس محمود الخطيب، كل مجلس اداره النادي الاهلي حقيقه بنحييهم، بنقول لهم مبروك على الاستقرار يولد البطولات. النادي الاهلي استقرار تماما، ثقه كامله، تعداد جيد، وادي مانويل جوزيه زعلب او مارد الكره الافريقيه، ادي غازي الغرايري المدرب الصفاقسي ادى مباراه جيده، المدرب له شكل جميل، فريق متمكن حقيقه، بنشكره على ادائه الجميل، فريق صفاقسي الشقيق، نتمنى له كل التوفيق، تأهل لنهائي السوبر الافريقي للمره الثانيه، وادي نجم النجوم محمد ابو تريكه يتلقى تهاني زمايله، من حقه طبعا الراجل المحبوب والنجم الكبير ابو تريكه، جماهير النادي الاهلي كلها في الملعب، وادي ابو تريكه وعلى طول الجماهير معاه والكل بيشجعه، الكل بيهنيه، نجم النجوم النهارده، وادي جماهير الصفاقسي التونسي، لكن بقول النادي الاهلي النهارده بيتوج للبطوله رقم 4 للسوبر الافريقي، زي ما نجح ويحطم الرقم القياسي يبقى وراه على طول نادي الزمالك بثلاث مرات، في نفس الوقت قدر ان هو يحقق السوبر الدوري الابطال 6 مرات والزمالك 5 مرات، يعني الكره المصريه تسيطر على عرش البطولات الافريقيه، نتمنى بقى ان شاء الله نحقق البطوله الكونفدراليه السنه دي، حرس الحدود وانبي نتمنى لهم يحققوا اللقب ان شاء الله للمره الاولى، جماهير الاهلي، وادي على طول حارس مرمى جاسم خلوفي، طبعا واضح الحزن عليه، لكن بنقول المباراه مباراه رياضيه، مباراه اشقاء، مباراه جميله اتلعبت بشكل حضاري، ادي جماهير الاهلي تحيي لاعبيها، وادي فرقه الصفاقسي التونسي الحزن طبعا، مباراه كانوا يتمنوا، وادي تحيه رابطه محبي وجماهير النادي الاهلي للعيبه النادي الاهلي، انجاز كبير جدا، النادي الاهلي يسيطر على الكره الافريقيه، النادي الاهلي الزعيم المتوج على عرش الكره الافريقيه، 6 مرات ابطال دوري، 4 مرات ابطال كؤوس، وعلاقات جديدة وجديدة، لكن الأولى مع النادي الأهلي، تهنئة من حسن حمدي، تهنئة من الخطيب، أمير عبد الحميد، على طول ورا بعض نكمل، أدي كل بركات، تهنئة خاصة من بركة لبركات، حسن حمدي، الخطيب، حسن صقر، كل الموجودين النهاردة، أدي باقي اللاعبين، رمزي صالح، الحارس المصري الفلسطيني، أسامة حسني، كل لعيبة النادي الاهلي مبروك طبعا، 100 مبروك للنادي الاهلي، وادي على طول استكمال التهنئه، احمد صديق، سيد معوض، اول بطوله ايضا مع النادي الاهلي، محمد ابو تريكه نجم النجوم، ادي محمد ابو تريكه، وادي هنا جيلبرتو، تهنئه فلافيو، فلافيو والهدفين، والناحيه وادي هنا على طول احمد حسن دي ركبة، جيلبرتو يا سعاده ما بعدها سعاده، مع الخطيب ابتسامه، معتز باللاقينه، فرحه كبيره جدا، باقي النجوم على طول، محمد سمير، كل نجوم الاهلي يتوالوا في استلام ميداليات البطوله كاس السوبر الافريقي، وادي احمد حسن وفرحه خاصه، احمد حسن وبنته معاه، شكل جميل جدا، مانويل جوزيه البطل الكبير، مانويل جوزيه يتلقى التهاني من الحسن حمدي والخطيب، وايضا حسام البدري، علاء ميهوب، نجوم كبار جدا ادوا للنادي الاهلي في مجال الكره ملعب وفي مجال التدريب، احمد ناجي، جهاز متكامل متعاون، والخطيب وحوار باسم، وادي على طول في بيدلجو المخطط الاحمال، بيدلجو الجهاز الطبي، يبدا دكتور ايهاب، وايضا الجهاز التدليك والاخصائيين، كل ياتي دوره، وعماد اليماني الجهاز الاداري، كل طالع، كل سعيد، كل فرحان، كلنا فرحانين، الاهلي بطل افريقيا، السوبر الافريقي رقم 4 في ماراثون الكره المصريه في افريقيا، الاهلي 6 بطولات ابطال الدوري، ادي ماهر، ادي سعيد، كل الجهاز الاداري، 6 بطولات ابطال الدوري رقم قياسي، 4 بطولات ابطال الكؤوس رقم قياسي جديد النهارده،
17 لقاء في السوبر، الأهلي يتقدم 6 لقاءات في لقاءات الأهلي وصفاقسي، الأهلي يتقدم، والأهلي اللقاء رقم 17 في ماراثون الكرة المصرية، الأهلي مع الكرة التونسية والأهلي يتقدم. مبروك للنادي الأهلي، مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن حسن حمدي، مبروك لجماهير الأهلي، مبروك للكرة المصرية، انتصار كبير جدا ساعدنا جميعا أعزائي مشاهدي نادي سبورتس دي. وكأس البطولة شادي محمد صائد الكؤوس مع أمير عبد الحميد، مع كل لعيبة النادي الأهلي، أحمد السيد، لقب كبير، كأس كبير، الأهلي بطل إفريقيا، الأهلي بطل السوبر الإفريقي، الأهلي يتزعم القارة الإفريقية على مستوى أبطال الدوري وأبطال الكؤوس. كأس السوبر الإفريقي يحمله شادي محمد من عيسى حياته وفرحة كل لاعبي وجماهير النادي الأهلي. مبروك للنادي الأهلي، مبروك لكل الكرة المصرية، حتى نلتقي في لقاءات أخرى. هذه أرق تحيات محدثكم خالد كامل. سريعا ننتقل إلى استاد النيل، كابتن خالد توحيد وزملائنا الأفاضل.